فأشرت للدورية قلت والله امسكوا هذا ودوه القسم. قالوا قلت هذا بيعترف معكم قبل يوصل القسم أنه هو القاتل. أحد القضايا وأنا في شرطة العريجة قضية قتل، انقتلت مرأة عربية هي وابنها الصغير. انتقلت أنا ورئيس التحقيق والضباط في الليل كلمونا، فرحنا وجدنا المرأة وجدناها مقتولة وابنها، خلصنا المعاينة وخلصناها. فجيت نازل أنا ورئيس التحقيق اللي هو خالد الجميع الآن، كان وقتها نقيب أو رائد وأنا مقدم. فنزلنا وجينا، الجماهير طبعا فضوليين متجمعين عند الإسعاف والشرشورة والشرطة والأدلة، تعرف الناس يتجمعوا. أنا مشغول أسولف مع الرائد مساعدي، ولما جينا بالجماهير بنتعدى للسيارة، فوقف شخص من نفس الجنسية الشاب وقال لي يا حضرة المقدم إن جنسيتنا يعتدى عليها وتقتل فيها البلد ولا تحمونا. أنا ما عمري سمعت إنه من جنسية أحد قتل، ولا عندنا إحنا في المملكة إنه جنسية عن جنسية وتقتل. وفي نفس الوقت أول ما يصير لك حادث تتهم نفس الجنسية اللي هو منها اللي هو يحتك فيها، هذا هو اللي في فكري. وبعدين وجلس يتكلم وتحت مسؤوليتكم وأنتوا لا تخلون الناس. ف أنت وش دراك أن هذول من جنسيتك؟ تعرفهم أقاربك؟ قال لا. وش دراك أن مقتول اثنين الآن؟ إحنا ما بعد تكلمنا من اللي مقتول أنت. فأشرت للدورية قلت والله امسكوا هذا ودوه القسم. قالوا قلت هذا بيعترف معكم قبل يوصل القسم أنه هو القاتل. أخذوا فعلا وركب معهم واحد من الضباط، وصلوا المركز كلموني قالوا فعلا هو القاتل، اعترف يعني أنه هو القاتل. هو فضح نفسه ولا ما هنا بيم، وهو ولد شباب، وفعلا قال أنا وش اللي خرج لساني لوني رايح ما حد درى عني. صار هو دخل عليهم وقتلهم وهرب وجاء وشاف الفضوليني ورجع. وعندنا إحساس أنه كثير أنه دائما المجرم يرجع يطمن على مسرح الجريمة. في شرطة منفوحة انقتل شخص، اختفى شخص في ظروف ظروف يعني غامضة وأهله يدورونه. فجلسنا يعني نبحث عن هالشخص فترة معينة، وكان المراسل معي يروح ويجي، وكنت أسأله من اللي كان ساكن. توصلت إلى اسم عائلة القاتل، ونفس اسم عائلة المراسل اللي عندي في المكتب، بس كنا مستبعدين يعني. وكان هو يساهم معنا في البحث والتحري، وكان يتسمع وش اللي احنا نسوي يعني، او البحث والتحري. وكان لازمني، جلس معي، كان رئيس الشؤون الإدارية يغير ما بين الضباط المراسلين. هذا الا هذا كان اذا غيره من عندي يبكي، الا بيجلس عندي وبيجلس معي في مكتبي، بيجلس يسمع الاخبار. استمر معي فتره، ويوم من الايام اجانا بلاغ من بعض العماله انه فيه شخصين، واحد مدني وواحد عسكري، في سيارة ديتسن أبو غمارتين ينتقلون للأحياء القريبة ويعتدون على العمالة ويأخذون المبالغ اللي معها واللي معهم ويأخذون الإقامات. واستمرت الأربعة خمسة حوادث، وكانت في ذاك الوقت يعني صعب. أنا لما استلم ضابط خفر كان يجي معي، هو يستاذن أحيانا ويروح ساعتين ثلاثة يقول بوصل أهلي ويرجع، وأحيانا أقل. فيوم من الأيام استأذن مني وأنا في الشباك طالع في غرفة ضابط خفر وأنا مستلم أطالع الشارع طريق الحجاز. فلما استأذن مني قال بوصل أهلي، طلع من عندي ونزل غرفة ضابط خفر في الدور الأول، وأنا طالع الشارع إلا شوفه ركب مع ديتسن أبو غمارتين، يعني ما صاب ولد شاب. لما أخذ له تيرم وشفت وجه صاحب السيارة اللي هو راكب معه، هذا الشخص سبق إن انتقلنا لبيته في حادث انتحار شغالة. الولد هذا أنا شايفه من أبناء أهل الشقة، يعني من منسوب الشقة. لما شفته في السيارة وركب العسكري، صار العسكري تعرف عليه عندما انتقلنا للحادث. الآن إلى الآن ما أدري انتقل وياه، وجانا شخص يبلغ من جنسية آسيوية وقال أنا تعرضوا لي ناس وخذوا إقامتي وخذوا الفلوس. في دخلت العسكري عليه شافه وقال هذا هو اللي أخذ الفلوس.
متأكد؟ قال متأكد. عرضناه عليه مع مجموعة من العسكر المشابه له، قال هذا الرجال اللي أخذ. طبعا نزلنا بدلته ودخلناه السجن يعني، وهذا طبيعي يعني، اعترف في الحادث وودعناه وجبنا خويه اللي كان، ما صرنا أنا عارف بيته أنا قد انتقلنا له وجبناه على طول، ومتفاجئ لنا عنده ولا أعطينا، ولا كان في جوالات ولا كان في اتصال، ووقفنا معه واعترفوا اثنين وأوقفناهم في السجن العام. جلس في السجن كم سنة، خرج من السجن ولا عاد ندري عنه، واشتغل سواق تاكسي، حصل بينه وبين شخص خناق في البطحة فقتل الشخص هذا ودخل السجن وصدق اعترافه وودع في السجن العام. وأيس عرف أنه بينقصفه طلبني أنا أني أزوره، أنا قد انتقلت للبحث الجنائي ما عاد أنا، ما فرح له أحد الضباط. طبعا هو قال أنا اللي قاتل فلان اللي يدوره خالد الحميدان يعني. عنده هو طريق، عنده هو عرف أنه حينقص في هذاك ويبي يطول المدة، فعنده وسيلة أنه يعترف فيها الرجال، وقال شريكي اللي كان معه شوفه فلان في السجن الفلاني في المحافظة الفلانية عارف عن شريكه، جابوا صديقه واعترف أنه هو القاتل. وأنا في طبيعة لو استمرت معي القضية 10 سنين لا يمكن أحيد، لازم أكتشفها من فضل الله. ما حياتي كلها 30 سنة أو 6 شهور في الشرطة، ما عندي قضية مجهولة، مهما طال الزمن عندي هدف، جريمة ارتكبت لازم ألقى صاحب. قضية لها يمكن 62 سنة، شخص في وقت في عهد الملك عبد العزيز هزبه واحد في البر وجاء وطعنه ومات وهرب، انتقل من هجرته خارج الرياض إلى سدير وجلس ضيف عند ناس عائلة هناك معروفة بالكرم، ثم انتقل إلى لينا، ثم دخل الكويت. بعد 62 سنة يعني، هو طول هالفترة وأنا بعد ما جاني وحكي معه وكانوا جايبينه يعني زد وصل 90 عمره، وجابوه يدفونه عيال أخوه بعربية، فجلست أسولف أنا وياه والأمارة عندها خبر وجا الرجال وحقق معه، قال أنا لي 62 سنة ما عرفت أنام، أي يروح عن خيالي وأنا متعذب في النهاية، أنا جاي نسلم نفسي. طبعا كانوا ناس من جماعته راحوا عند الأمير سلمان الله يحفظه، كان أمير الرياض، وطلب منه أنه يحلها، وكانوا جايبينه يدفونه على كرسي وكان متعب، فبصفة أو بأخرى حلها مع الورث، لأنه الجيل الثالث اللي موجود الآن، الأجيال أخوانه وعيال أخوانه ماتوا. فلما جو طبعا استطاع أنه يقنعهم بالتنازل، فجاء واحد هو جالس قدامي وأنا جالس حق وأعرف وراعي لأنه متعب يعني، ولا جاء يشيلونه يحطونه في الحم، فجاء البشير وقالوا أبشرك تنازله، فقام من على الكرسي صار أسبق من اللي جالسين يخدمونه. بعد التنازل قلت وين رحت؟ تعال باقي لك إجراءات الآن، قال بعده هالكرسي وجلس على الكرسي العادي، وفي 90 سنة من فرحة يعني طابت رجليه من فرحة العفو، لكن فعلا جلس يعني يقص علي القصص خلال هالثلاثين سنة اللي حصلت، قال والله ما استمتعت بحياتي يوم. بالطبع كل جرائم القتل، واحد برضو 35 سنة كان هربان وفعلا كشفناه وجاء بعدها، كلهم كلامهم أي شخص يقتل ما عاد يرتاح نفسياً.